بسم الله الرحمن الرحيم، وباسم كل قطرة دم نزفت من طفل يتيم، وباسم كل دمعة امرأة بكت على سائر فقير، وباسم الثورة الأبية، أنا الملازم أول صالح حمود الشوة من مرتبات الفرقة 11، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي الظالم وتشكيل كتيبة الله أكبر التابعة للجيش السوري الحر في ريف معرة النعمان لحماية المدنيين العزل والممتلكات العامة، ونعاهد الله أن نثر الظالم ونصر المظلوم، وعاش سوريا حرة أبية. تكبير، الله أكبر.